عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي للإخوان. إن شاء الله نشارك معكم مادة هاد السطل. هذا كناخذ بثلاثة درهم، سطل الصباغة ديال تقريبا ديال 20 كيلو، كيدير 25 كيلو بخمسة درهم. هذا من الحي الصناعي، هاهو تبارك الله، غيجي بياض رخيص، وتشوفوا الطريقة إن شاء الله. نديرو فيها واحد الجبالات ديال التراب، ومن بعد تراب الله نشوفو. حتى هذا الصوله ديال 5 درهم، هذو العاليين ها هما صافي. ها هي واحد التريتيه قارحه، كنولعوكم وفي نفس الوقت كنبارطاجيو معكم. تحياتي لكم. حنا جينا للفران باش ناخذ منو شويه طماط، نخلطو مع هاد التراب اللولاني باش متكونش لينا كاع الطوفيلية ديك البارازيت. المرحلة الثالثة، نجير ما طفيته هو، ها هو بركة من هادشي. نمشيو للمرحلة الرابعة إن شاء الله، شوية نجارة ثاني. صافي تخلط ثاني شوية، المرحلة الخامسة إن شاء الله سنحطوها. تحياتي لكم، تجي وجات تبارك الله ما شاء الله. باغا تبيض، هادو قارقين، تبارك الله. هاد الطريقة هي هادي ديال السطولة، هاهما بياضات ساهلين رخاص، قل تمام. ها الطريقة هادي قارقة، دجاج في يومي غير كيكمل تقريبا عامين ولا يقرب عامين كيبدا يقرق. كاين اللي كيبدا يقرقو بكري، كاين اللي ما كيقرقش بها نهائيا. هاهي الأساس بيضة كتنوض تنقص شي تخلعي، بعد فترة كتهزها في رجلها. دابا ان شاء الله ها هو الاستعمال. هادو راه كيبقاو يهزو في رجليه، مكيبقاش نجارة بحال دابا. هدا تصفى بحال دابا، هدا غنعاود نهز منو هاد الحجر، تعاود نمسو ليهم. الجارة مع كي كيبقى مدة طويلة، ولكن فيه الجير فيه الرماد. هذه ديال البلاستيك باش يولفوها، هادشي اللي كاين. تحياتي لكم، ما شاء الله. زيدي شريفي، زيدي نوضي نوضي، حايش نشوف حايش نشوف. هادي هادي ستية، ايوا نجمعو البيضات دابا ان شاء الله. الله يبارك، طلب الله التيسير، الله يسر الجميع والتوفيق للجميع، اللهم يسر. صافي حليتي من باب، هربوا خرجوا. تبارك الله عليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.